تركز من الاصفر الاحمر. الركنيه تاتي كالعاده من تنفيذ بشير المقعدي اللي عوض عمر صنيع السنغالي في بدايه الشوط، وعلى يسار الحارس الايفواري كوناتي. محاوله اخرى وكره ثابته يريد الترجي استغلالها وتسليمها. بشير المقعدي كل كراته تقريب الحقيقه في الركنيات والمخالفات ما مرتش. بشير المقعدي يوزع كره ممتازه هذه المره في المرمى، صلح الحارس، برافو كوناتي، رائع جدا. تدخل حاسم من كوناتي على كوره بدر الراسيه. الترجي واصل الضغط، يريد هدف جديد في المباراه. تألق واضح وصريح من الحارس الايفواري كوناتي. بشير المقعدي بالمليمتر هذه المره، بدره في خط ال 18 متر يضرب كوره بالراس لكن كوناتي يتصدى. إعادة من زاوية أخرى لكرة الترجي الأخيرة وإمكانية لهدف جديد. ما فيش أوفسايد، يمشي باكي، كرة صعبة ويخرج الحارس ممتاز جون جاك تيزيه.